عقب الانتهاء من مؤتمر برلين حول ليبيا والأوضاع الداخلية في ليبيا اللي بنأمل أن تشهد استقرارا وسلاما في القريب العاجل، هيتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي إلى لندن لحضور قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية واللي بتنطلق بعد غد وتستمر على مدار 3 أيام بمشاركة من 21 من الزعماء والقادة من القارة السمراء وأكثر من 350 من المتحدثين لعقد أكثر من 30 جلسة بتركز على مصر والجزائر وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا. من المقرر أن تجمع ما بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، وده هدفه عرض وتعزيز فرص الاستثمار والاقتصاد والتعامل التجاري والصناعي مع كافة الدول الإفريقية. القمة دي من أكبر الأحداث الاستثمارية السنوية اللي بتقام خارج القارة السمراء للمرة الثامنة، وبتتمتع بريطانيا وإفريقيا طبعا بعلاقات اقتصادية جيدة وطويلة الأمد وبتفيد كافة الأطراف بريطانيا والدول الإفريقية. بتعد الشركات البريطانية كمان من بين أكبر وأهم المستثمرين على الإطلاق في الداخل الإفريقي. حددت المملكة أهدافها لبريطانيا لتكون أكبر مستثمر لمجموعة السبع في أفريقيا، وده بحلول 2022. من جديد يلوح التعاون بين قارة إفريقيا وبريطانيا في الأفق، ففي 20 من يناير الجاري تنعقد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية والتي دعا لها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. القمة تبدأ فعالياتها بانعقاد الجلسة الافتتاحية بمشاركة عدد كبير من قادة الدول الإفريقية وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. ويعقب الجلسة الافتتاحية عددا من الجلسات الخاصة التي تناقش قضايا التمويل المستدام والبنية التحتية وفرص الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات وتحفيز الشراكة بين الجانبين البريطاني والإفريقي. كما تركز القمة على توسيع عملية الاندماج والتكامل الإفريقي في كافة أنحاء القارة واستعراض خطط الإصلاح والفرص التي توفرها الدول الإفريقية لزيادة معدلات النمو بها، كما يناقش رؤساء الدول الإفريقية خططهم للتحول للطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة. ومن المقرر أن يتم على هامش القمة إقامة معرض لعدد من الشركات البريطانية والإفريقية في العديد من المجالات، خاصة تكنولوجيا الإنسان الآلي والأقمار الصناعية ومواد البناء المستدامة. من مصر طارق أحمد.